أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من نقاط ساخنة، أكون معكم بإذن الله خلال هذه الليلة. أنا أحمد أبوزي. منذ أن تولى الرئاسة الفرنسية طمح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في استعادة الدور المحوري لبلاده في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي كان له من بين تبعاته الالتزام بمواجهة ما بات يعرف بالتوازنات المعقدة في الشرق الأوسط. لأجل أن يثبت زعامته الفرنسية دأب على معالجة ملفات المنطقة رافعا شعار التحدث مع كل دول العالم بواقعية. على الأقل كان هذا هو التصور المبدئي للفترة الأولى التي وصل فيها إلى قصر الإليزي إيمانويل ماكرون. طرح نفسه وسيط بين واشنطن وطهران مثلا في الملف النووي الإيراني، وعبر عن نفسه من خلال الأزمة السورية بموقف قيل فيما قيل أنه كان موقفا مستقلا للمرة الأولى عن الولايات المتحدة الأمريكية. الإنجاز الأول أيضا الذي نسب إلى هذا الرجل هو الإسهام الذي قدمه في إنهاء الأزمة التي رافقت إعلان رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري استقالته من منصبه. هذه الأزمة التي كان الجانب الأكبر من إيجاد حل لها هنا في العاصمة القاهرة بعد استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الحكومة المستقيل أنذاك والمكلف في هذه الأيام الشيخ سعد الحريري. في هذه الأيام تأتي فرنسا لتحاول التهديد مجددا بأنه إذا لم يتم عرض خطة التسوية الأمريكية للقضية الفلسطينية والتي ستأتي في إطار ما يعرف على الأقل أو يتداول إعلاميا بصفقة القرن، ستعلن باريس من جانبها خطة جديدة. بالمناسبة باريس كانت قد أعدت خطة للسلام رفضت في مهدها، ذبحت من جانب رئيس الحكومة اليمني الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عندما قال إن هذه غير مرحب بها، فقط الحوار غير المشروط للسلطة الفلسطينية سيكون سبيلا وحيدا للوصول لما يمكن أن يعرف بالسلام. سنحاول التعرف على كل هذه التفاصيل المرتبطة بالدور الفرنسي في الشرق الأوسط، التفاعل الفرنسي مع المحيط الأفريقي، وفرنسا لها إرث تاريخي قديم يحيى تباعا شيئا بعد شيء من جانب فرنسا. كل هذا سنحاول التعرف على طبيعته ومحاولة سبر أغوار الدور الفرنسي في الشرق الأوسط مع الدكتورة جيهان جادو عضو المجلس المحلي بمدينة فرساي الفرنسية في الفقرة الحوارية الأولى والتي ستبدأ بعد أقل من ساعة من الآن. كنا قد طرحنا على حضراتكم سؤالا عبر حسابنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في نقاط ساخنة، أدعو حضراتكم للمشاركة والتفاعل فيه قدر الإمكان. هل ترى أن فرنسا ستكون قادرة على تقديم حلول لأزمات الشرق الأوسط أو لبعضها؟ ليس بالضرورة طبعا أن تكون فرنسا مكلفة بإنهاء كل أزمات الشرق الأوسط، على الأقل الأولوية بالنسبة لها. في فقرتنا الحوارية الثانية سنتناول الحديث عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي لا يزال يبهر العالم بابتعاده عن السلام والاستقرار، على الأقل من وجهة نظر خصومه أو معارضيه. هناك رأي آخر يرى في الرئيس أحد أفضل الرؤساء الذين وفدوا إلى سدة الحكم في البيت الأبيض على مدى عقدين كاملين من الزمان تقريبا، لكن على الأقل فيما يتعلق بإحلال السلام أو محاولة الوصول إلى تسويات هادئة بعيدا عن الأسلوب الخشن، إذا كان الرجل بحسب البعض أيضا يرفع شعار السيف أصدق أنباء من الكتب. هو الذي قال في البداية إن أمريكا أولا، لكنه أيضا الرئيس الأمريكي الذي ذهب لاستخدام السلاح في سوريا مرتين، مرة منفردا ومرة في تحالف فرنسي بريطاني. على أي حال الرجل له موقف واضح من التعامل مع إيران إزاء ملفها النووي وملف الصواريخ الباليستية، ومنذ أن كان مرشحا عن الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة التي أتت به رئيسا قال إن من بين تعهداته أنه سيمزق الاتفاق النووي المبرم مع إيران. قيل وقتها من بعض المراقبين إن لسان المتحدث حالما يكون مرشحا يختلف تماما وبالكلية عن لسانه وتوجهاته ربما عندما يصل إلى سدة الحكم ويرى الأمور بمنظور الواقعية. قالوا إن هذا الأمر سيكون صعبا وصعبا للغاية لأن الكلفة التي كانت موزعة وقتئذ لم تكن قاصرة على الولايات المتحدة الأمريكية، إنما الولايات المتحدة الأمريكية كانت جزء من ست مكونات للتفاوض مع إيران في ذلك الحين. روسيا كانت طرفا قويا، الصين كانت طرفا قويا، فرنسا وألمانيا أيضا كانت أطراف مؤثرة في هذه المسألة، لكن الرجل حقيقة مضى بعيدا في هذا الإطار غير آبه تماما بكل التحذيرات التي أطلقت من عدد من زعماء وقادة العالم من الشركاء الأوروبيين ومن شركائه من شركاء بلاده في اتفاقية 5+1 التي تم الوصول إليها في عهد الرئيس باراك أوباما. قال إن ذلك لن يكون وإن هذا الاتفاق كان اتفاقا مؤلما وموجعا ومشجعا للسلوك الخبيث بالنسبة لطهران بحسب التعبير الذي يستعمله دونالد ترامب. مضى بعيدا، حقق ما كان يريد، وفي الأيام القليلة الفائتة كانت الولايات المتحدة الأمريكية تجدد من حزمة عقوبات اقتصادية على إيران. المسألة يبدو أنها معقدة على الأقل لأن الرجل أتى بعد ذلك ليقول
أنه سيذهب للقاء الإيرانيين إن أرادوا ذلك. قال إن هذا الأمر ليس مستبعدا، وبأن الإيرانيين سيأتوا حتما لتوقيع اتفاقية جديدة تكون أكثر عدلا وإنصافا حسب ما يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الأمور كانت عسيرة للغاية في طريقة تعامل الولايات المتحدة وإدارة الرئيس دونالد ترامب مع حلفائه وشركائه الأوروبيين وكذلك الآسيويين الذين باتوا يرتبطون بعلاقات شراكة تجارية أكثر شرعية بين قوسين بحكم رفع العقوبات عنها وإن كان بشكل تدريجي. كيف سيكون تأثير هذه الخطوة على المستوى الدولي؟ من الرابح؟ كل هذه التفصيلات سنحاول التعرف عليها في فقرتنا الحوارية الثانية مع ضيفنا الدكتور وسام صباح المحلل السياسي العراقي. كنا أيضا قد طرحنا على حضراتكم سؤالا نرجو من حضراتكم التفاعل قدر الإمكان عبر حسابنا الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهو برغم العقوبات الأمريكية هل ترى أنه سيتم توقيع اتفاق نووي جديد مع إيران حسب ما تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذلك؟ وكالمعتاد في ليل كل خميس سيكون لنا ملف الخميس. سنتحدث في هذا اليوم عن الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى. الزملاء منتجو الأخبار والقائمون على البرنامج رأوا أن هذه مناسبة ملائمة على الأقل تزامنا مع هذه الاحتفالات. قرن من الزمان ولا على الحرب التي كان يطلق عليها الحرب الكونية أو الحرب العظمى الأولى في 11 من نوفمبر عام 1918، والتي كانت فعليا إعلانا لانتصار الحلفاء على المحور. قبل أن نذهب إلى هذا الملف وتماما كما هو الحال سنتوقف عند أهم الأخبار على الساحتين العربية والدولية. إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كشف عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي آدم شيف عن احتمال التحقيق بضلوع مؤسسة ترامب في اتهامات بغسل أو تبييض أموال روسية. السناتور أوضح لمجلة دي أتلانتيك الأمريكية أنه مهتم كأعضاء لجنة الاستخبارات في ألا ترتبط سياسة بلاده بتأثيرات روسية في ترامب، مضيفا أن هناك شهادات تستحق الثقة وتفيد باحتمالية قيام الروس بغسل أموال عبر منظمة ترامب. في هذه الحالة يجب أن نكون قادرين، الرجل يتحدث على لسانه، على التحقق في القضية وإبلاغ البلاد بما إذا كان هذا صحيحا أم لا. سيكون ضربا من الإهمال عدم التحقيق في ذلك. وما تجدر الإشارة إليه أن الرئيس الأمريكي قال إنه مستعد للتعاون مع الديمقراطيين الذين فازوا بأغلبية في مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، لكنه اشترط تراجعهم عن التحقيقات البرلمانية التي يعتزمون فتحها ضده. عبر الهاتف ينضم إلينا الأستاذ بهاء محمود الباحث في وحدة العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أستاذ بهاء أهلا وسهلا بحضرتك. مسألة التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، علاقة دونالد ترامب بالروس، علاقة عدد من أفراد أسرة دونالد ترامب بالروس، إلى أين ستنتهي؟ المسألة أخذت وقتا قد يبدو وقتا طويلا، والبعض يرى أنها فقط توضع للاستثمار السياسي في التعامل مع ترامب من داخل الدولة العميقة الأمريكية. هي في الحقيقة هي مسألة غير محسومة تماما، ليس لديهم أدلة قاطعة على ثبوت تورط ترامب بقدر ما هناك تدخلات إلى حد ما، لكن لا تصل لدرجة معاقبة ترامب أو درجة علم. في المقابل هي في الحقيقة عبارة عن أوراق ضغط سوف تستمر للضغط على ترامب من جانب الديمقراطيين كي يحصلون على بعض المكاسب في وجودهم في أغلبية مجلس النواب، لكن المشهد يبدو أنه ليس بالصورة القوية لدى الديمقراطيين، خاصة أنهم لا يمتلكون المجلس بأكمله، لأنهم في الحقيقة القوة الكبرى في الكونغرس في مجلس الشيوخ. مجلس الشيوخ هو لديه سلطة عدل الرئيس، هو لديه القرار النهائي في محاسبة الرئيس أو أي مسؤول كبير. لكن العلاقة مع روسيا أثبتت التجربة وأثبتت الأيام أنها قضية حساسة للغاية، ليس فقط للديمقراطيين ولكن حتى لبعض أقطاب الحزب الجمهوري. لينزي جراهام له موقف من هذا، جون ماكين السيناتور الجمهوري الراحل أيضا كان له موقف شديد الحدة والتشنج ربما من علاقة دونالد ترامب بالروس. المسألة إن ثبتت لن تكون فقط قاصرة على أعضاء الحزب الديمقراطي. نعم أكيد، لكن حتى الآن لا يوجد دليل قاطع على هذه المسألة، فقط هناك تحقيقات، وطول هذه المدة تدل أن التحقيق ليست
قوية بالصور التي تحسم مصير ترامب أو تدين الجمهوريين أو تدين منظمة ترامب. بالعكس تماما، المشهد يقول أنه الوضع في غاية التعقيد، لدرجة أنه ترامب يعني مطمئن البال في هذه المسألة على أقل تصريحاته. في المقابل هناك مفاوضات لبعض القضايا التي يريدها الديمقراطيين من ترامب، مثل مسألة بناء سور حول المكسيك لمكافحة الهجرة. لكن لو أن المسألة ليست مقلقة للرئيس الأمريكي أستاذ بهاء، والبعض ينقل هذه الرواية، ما كان له أن يطيح بعدد كبير أصلا من أعضاء طاقمه الذي أتى به إلى البيت الأبيض وإلى أركان حكمه؟ أغلب هذه الإطاحات كانت على خلفية شكل التعامل مع روسيا. هو يحاول فقط مسألة الاطمئنان، أنا لا أقول أنه مطمئن البال لدرجة كبيرة، لكن بعد فوز الجمهوريين بالأغلبية في مجلس الشيوخ إلى حد ما قوية شوكة ترامب، لأنه ترامب الآن يعلم تماما مثل أي مواطن أمريكي أن القوة الحقيقية في الكونجرس مجلس الشيوخ، هو القرار النهائي لديه، وبالتالي الأمور أفضل الآن. عندما نقول أنه القرار النهائي في يد الجمهوريين، فمعنى ذلك أن التضحية بترامب تأتي بعد عملية نهائية تماما من ناحية الحزب الجمهوري، ولا يبدو أن الحزب الجمهوري يريد التخلي عن ترامب، خاصة أنه يحقق مؤشرات اقتصادية عالية. لكن في حالة أن في ثبوت واضح لخيانة عظمى أو فضائح سياسية كبيرة لترامب، أو ثبوت أدلة حقيقية على ترامب، هنالك فقط سوف نقول نحتاج ثلثي مجلس الشيوخ لإدانة ترامب. ما لم يتحقق ذلك سوف تستمر المفاوضات على بعض القضايا، مسألة الصحة والتأمين الصحي. هو من بين بعض القضايا، يعني حتى نانسي بيلوسي عندما تحدثت بالأمس، واليوم السيناتور الديمقراطي آدم شيف الذي كان يتحدث أيضا، لم يقل أن المسألة مرتبطة بالخيانة العظمى أو مرتبطة حتى بالتدخل الروسي أو باختراق حواسيب المرشحة الديمقراطية في ذلك الوقت هيلاري كلينتون. هو قال أن المسألة، حتى نانسي بيلوسي بالأمس قالت، هناك حديث عن بعض العلاقات الضريبية المشبوهة، هناك حديث عن بعض العلاقات المالية المشبوهة، وصولا حتى إلى اتهامات غسل الأموال. هذا بعيدا عن فكرة التدخل الروسي المباشر في الانتخابات. كل هذه الأمور هي مجرد أوراق ضغط، أقصاها مسألة الخيانة العظمى أو مسألة التدخل الروسي بصورة كبيرة، لكن الحد الأدنى من هذه المسألة مسألة المخالفات المالية والتهرب الضريبي أو مسألة وجود غسيل أموال. ما لم يكن هناك جريمة كبرى كل ذلك هين، وبالتالي هناك فقط هين بأي معيار؟ هين بأي تبعات مثلا؟ مثلا هناك بعض الأجندة الجمهورية يريد تنفيذها ترامب، مثلا بناء هذا السور الأمريكي، بعض القضايا الأخرى التي يريدها ترامب. هذه المسائل سوف يتم تحجيم ترامب عن طريقها، لأنه يلزم في مقابل هذه المسائل أن يتوافق النواب على مسألة الميزانية، وبالتالي إذا توافق النواب على الديمقراطيين على الميزانية، فيجب في المقابل أن يتوافق ترامب والتنازع عن بعض القضايا. هي مسألة أوراق اللعبة تتبادل بين الطرفين، ماذا يريد الديمقراطيين من ترامب وماذا يريد ترامب من الديمقراطيين. الطرفين يريدوا بعض المسائل التي تفيد في انتخابات 2020، تجميل الصورة. في الأساس الديمقراطيين أهم من بعض، أهم ملفات لديهم ملف الصحة. لو ترامب أجاز لهم هذا الملف وبعض القوانين الخاصة بهذه المسائل، فمن الممكن الموافقة على الميزانية والموافقة على بعض الأمور التي يريدها ترامب في فترة الرئاسية، في هذه الفترة الرئاسية. لكن طبقا لعمل الكونجرس وغرفتي دور فقط مجلس النواب أنه توجيه اللوم، توجيه الاتهامات، وليس توقيع عقوبة على أي أحد. الذي يوقع العقوبة هو مجلس الشيوخ، الذي يفصل في المسؤولين الكبار مجلس الشيوخ. في المقابل برضو القرار النهائي للموازنة برضو أيضا في مجلس الشيوخ. ومن ثم أنا أعتقد أن الأمور فقط ضغط سياسي ليس أكثر، لكن ليس هناك ضربة قوية لترامب من ناحية الديمقراطيين. شكرا جزيلا لك الأستاذ بهاء محمود، الباحث في وحدة العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، حول مستقبل العلاقة بين مجلس النواب داخل الكونغرس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ضوء ما بات ينشر الآن بين حين وآخر حول إمكانية البحث والتحقق من قضايا كانت مرتبطة بالسياسة المالية وبعض اتهامات غسل الأموال حتى بين الرئيس الأمريكي ومؤسسته وروسيا.
إلى الشأن الأمريكي، لازلنا حيث أعلن البيت الأبيض تعليق التصريح الصحفي الممنوح لمراسلي قناة CNN جيم أكوستا بعد دخوله في نقاش حاد مع الرئيس دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، بعدما رفض الصحفي تسليم المذياع لامرأة من فريق البيت الأبيض إثر رفض الرئيس الأمريكي الإجابة على سؤال حول المهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى. الرئيس الأمريكي وصف أكوستا بالوقح. المتحدثة باسم الرئاسة سارة ساندرز قالت أن الرئيس الأمريكي يؤمن بحرية الصحافة، لكن الآن علينا أن نتحمل، لن نتحمل مراسلا يضع يديه على امرأة شابة تحاول فقط القيام بعملها. أكوستا غالبا ما يتعرض لانتقادات من الرئيس الأمريكي بخصوص موضوع الأخبار الكاذبة، التعبير الذي يستعمله دوما الرئيس الأمريكي، أكد قرار منعه من دخول البيت الأبيض. المراسل ردا على ما أقدم عليه البيت الأبيض باتهامه بسوء السلوك قال هذه كذبة، فيما أوضحت CNN أن ساندرز كذبت أيضا، وقرار التعليق تم كرد على سؤال فيه ما بات يمكن أو ما وصف حتى بأنه تحد، مشيرة إلى أن القرار يمثل تهديدا للديمقراطية الأمريكية بأكملها. مع الشأن الأمريكي أيضا، لكن هذه المرة حول تداعيات العقوبات الأمريكية التي جرى تجديدها على إيران والتي دخلت بالفعل حيز النفاذ الاثنين الماضي. حذرت واشنطن جميع الموانئ وشركات التأمين العالمية من التعامل مع السفن الإيرانية التي وصفتها بأنها مسؤولية قانونية عائمة. براين هوك الممثل الخاص للخارجية الأمريكية للشأن الإيراني قال إن العقوبات امتدت لشركات التأمين، موضحا أن تقديم هذه الخدمات عن علم لشركات الشحن الإيرانية المشمولة بالعقوبات سيؤدي أيضا إلى فرض عقوبات أمريكية. المسؤول الأمريكي يشير أيضا إلى أنه في كافة الموانئ الملاحية حول العالم كل النقاط أصبحت ناقلات النفط الإيرانية محظور التعامل معها. هذا الأمر الذي ربما قد يفضي إلى خسائر بالملايين أو بمليارات الدولارات في حال حدوث كارثة. إلى تطورات الأوضاع في سوريا تحديدا فيما خص مسألة اللاجئين. موسكو تقول إن هناك أكثر من 1.5 مليون لاجئ ونازح سوري عادوا إلى وطنهم بمن فيهم 260 ألفا من الخارج. مدير المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع الفريق أول ميخائيل ميترينتييف أشار خلال جلسة مشتركة لمقر التنسيق المشترك لعودة اللاجئين، أشار إلى زيادة أعداد اللاجئين العائدين في الفترة الأخيرة. قبل كل شيء أتوا من الأردن بعد بدء عمل معبر نصيب الحدودي. يوضح أيضا أن لبنان أعلن عن استعداده لتأمين عودة نحو 200 ألف لاجئ سوري قبل نهاية هذا العام. تجدر الإشارة إلى أن روسيا أعلنت في يوليو الماضي عن تأسيس مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين في سوريا بالتنسيق مع الحكومة السورية على أن يتولى المركز مهام المساعدة على عودة اللاجئين بشكل آمل وطوعي. نتحول إلى تركيا التي أصدرت فيها السلطات قرارا مفاجئا بفصل نائب رئيس ديوان المحاسبة لشؤون الرقابة فكرة شوكار
وعلى أن يعين بدلا منه زكريا توي سوز اعتبارا من 2 نوفمبر الجاري. صحيفة زمان التركية قالت إن تشوكار كشف العديد من وقائع الفساد في مؤسسات الدولة ومصروفات غير قانونية بلغت ملايين الليرات في تقريره حول عام 2017. زمان أشارت أيضا إلى أنه بحسب التقرير الخاص بالعام المنصرم، فإن الرئيس السابق لبلدية أنقرة المحسوب على حزب العدالة والتنمية الحاكم مليح جوكتشاك قام بالموافقة على مصروفات بضائع وخدمات بقيمة 3 مليارات و300 مليون ليرة تركية مع حذف قيمة ضريبة القيمة المضافة. تقرير الفساد كشف عن استخدام بلدية جونغوران التابعة للحزب الحاكم كانت تستخدم السيارات الرسمية التابعة للدولة في قضاء العطلات الصيفية وعطلات نهاية الأسبوع. الأستاذ محمد عبيد الله المحلل السياسي التركي ينضم إلينا عبر الهاتف. أستاذ عبيد الله أهلا وسهلا بحضرتك. أردوغان يبدو على الأقل بحسب الأعوام الأخيرة أحكم قبضته تماما على الأكثرية وعلى المعارضة، على الجانب الأمني وعلى الجانب العسكري، على الجانب السياسي والتنفيذي كل مفاصل الدولة تقريبا سيطر عليها من خلال الرجل ودعائم حكمه. ما المنتظر إذن إذا ما صدر تقرير من هذا النوع؟ من يمكن أن يحاسب؟ نعم، كما تعلمون يا سيدي أن ديوان المحاسبة من أهم الأدوات الديمقراطية التي تقوم بالرقابة على إجراءات السلطة السياسية، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات المالية. ولذلك ينطوي على أهمية كبرى أن تكون هذه المؤسسة أو الجهاز مستقلة محايدة غير تابعة خاضعة لإرادة السلطة الحاكمة. ولكن كما رأينا في السنوات الخمس الماضية أن أردوغان أولا قام بتصفية الأمن والقضاء مما يعده من المعارضين، وعين بدلا منهم الموظفين الموالين له لكي يأمن احتمالية محاكمته السلطة السياسية على الجرائم المالية والإرهابية التي ارتكبت خلال السنوات الماضية. نعم، يعني دعني أقول ذلك أن أردوغان أصبح لا يستطيع العمل إلا مع من كانوا على شاكلتهم. أي من أهم استراتيجية أردوغان أنه نجح في تكوين شركاء في الجريمة حتى يشكلوا جبهة معادية إذا تعرض أردوغان لأي معلش أستاذ عبيد الله، هو وسط كل قرارات الإقالة والإطاحة بعشرات الألوف من الموظفين الرسميين ومن القادة العسكريين ومن أعضاء سلك القضاء والسلك الدبلوماسي، كانت الحجة الجاهزة أو الاتهام المجهز سلفا هو العلاقة بجماعة الخدمة، جماعة فتح الله جولان. هل طال تشوكار أيضا ذات الاتهام بأنه على صلة مثلا بفتح الله جولان وجماعته؟ يعني بحسب معرفتي ومعلوماتي أن الرجل كان قريبا من السلطة السياسية، وإلا لم يكن من الممكن أن يبقى طيلة هذه المدة في منصبه. ولكن هناك كثير من الموظفين أو قليل من الموظفين ما زالوا يحافظون على ضميرهم من الحي، فلا يستطيعون أن يتغاضى عن الجرائم الفاضحة الظاهرة. فلذلك يعني لما كشف هذا الرجل عن بعض إجراءات بلدية أنقرة وهي العاصمة التركية، فأظن أن أردوغان خاف أن تطال تحقيقات هذا الرجل وهو نائب رئيس ديوان المحاسبة، فلذلك قطع أمامه الطريق قبل أن ينال الرجل من تحقيقات التي قد تطال إلى إجراءات الفساد التي يمارسها أردوغان منذ 5 سنوات على أقل تقدير. هل هناك جهات رسمية أو شبه رسمية، جهات معنية حتى بالعمل الحقوقي أو منظمات المجتمع المدني التي تولت زمام هذا الأمر وحاولت التفتيش خلف ما أعلنه تشوكار من تقرير حول بعض أوجه الفساد في أشكال الإنفاق الحكومية في بعض البلديات وفي بعض الهيئات والوزارات؟ هل هناك جهة تصدت لهذا الأمر ولا لا؟ يعني نقول بصراحة لم يبقى هناك في تركيا أي جهاز يمكنه أن تحقيق في أي قضية تمس السلطة الحاكمة في تركيا، مستحيل،
ونرى ان انا لم اسال حضرتك عن المؤسسات الرسميه في الدوله، هذا السياق الذي تتحدث فيه، فقط انا سالت حضرتك عن بعض الجهات الحقوقيه، بعض منظمات المجتمع المدني، بعض النشطاء، بعض الصحف حتى وان كانت صحف معارضه، هل تصدت لهذا التقرير باي شكل من الاشكال؟ يعني طبعا المعارضه التركيه تعرض لهذا الامر ولكن ليس على الشكل المطلوب، لان يعني الرئيس اردوغان لديه عديد من الاوراق تضغط على المعارضه وتستطيع من خلالها تهميش دور المعارضه. اما بالنسبه للمجتمع الدولي فراينا ان عديد من المؤسسات الدوليه منها الامم المتحده ومنظمه العفو الدوليه اصدرت عديد من القرارات نددت فيها مبادره السلطه الحاكمه في تركيا الى فصل وعزل موظفينا بحجة الانتماء إلى حركة الخدمة التي يقودها الأستاذ فتح الله دولاً. يعني هذه المؤسسات الدولية سجلت أن العمليات الفصل والاعتقال الجماعية التي طالت من عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من الناس حتى اليوم بحجة الانقلاب الفاشل كلها غير قانونية. ولا ودعا قبل اسبوع يعني تقريبا اصدرت الامم المتحده ان كل قرارات الحكومه التركيه القرارات التي تتعلق بفصل موظفين عن العمل الرسمي بحجه استخدامهم تطبيق بايلوك، هذا تطبيق محادثه هاتفيه، كلها غير قانونيه أستاذ محمد. البعض ينحي باللائمة أصلا فيما يحدث في تركيا بأكملها على المعارضة التركية، المعارضة التي فشلت تماما في أن تبرز وجها معتبرا يمكن الالتفاف حوله، أو أن تبلور خطابا ذي قيمة يمكن أيضا أن يكون مقصدا للمواطنين الأتراك الذين حتى انضجوا مما يقوم به رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية، فإن بديلا واحدا متاحا تقريبا ليس موجودا. هل يتعامل الشارع التركي على هذا النحو مع هذا المعطى؟ يعني أنا أساند هذا الرأي، لأن المعارضة التركية للأسف الشديد يعني لا يقوم بدوره كما ينبغي. يعني دعني أنا أضرب مثال على ذلك. قبل يوم أو يومين خرج نائب من حزب الشعب الجمهوري المعروف بعلمانيته وطرح على إعادة الأذان باللغة التركية. طيب هذا يعني هذا الطلب هل يتناسب مع اجندات تركيا الحقيقيه والمشاكل تركيا الحقيقيه الاقتصاديه؟ هم يعني المعارضه التركيه ما زالت تتشبث بشؤون او بقضايا جانبيه جدا هامشيه جدا، ولعلي انا اظن ان هذا الطلب فتح المجال امام اردوغان ليستغل ذلك ويغطي على الاجنده التركيه المصطنعه الحقيقيه لكي يشغل الناس باجندات مصطنعه من قبيل يعني هذا سيستغل هذا اردوغان ويهاجم المعارضه التركيه ويوجه جمهوره للهجوم على المعارضه التركيه لانها تريد العوده بتركيا الى ايام اتاتورك التي تميزت بالعلمانيه الصارمه خلال السنوات الماضيه. هذه الخطوات لا تجدي نفعا في هز وزلزلة شرعية أردوغان في الداخل التركي أبدا. لذلك يعني دور أو أداء المعارضة التركية هش ولا يجدي بها الطرف أبدا نفعا في تركيا. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد عبيد الله الكاتب والمحلل السياسي التركي، انضم إلينا عبر الهاتف. إلى تطورات الأوضاع في اليمن وتحديدا المعارك الضارية التي تشهدها مدينة الحديدة في الساحل الغربي بين قوات الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي من جهة وميليشيات الحوثي من جهة أخرى. قال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف دعمت تقدم الجيش اليمني لتحرير المحافظة كحق أصيل للحكومة.
المتحدث اعتبر أن ما تم تحقيقه من انتصارات نوعية لتحرير المدينة وميناؤها أصبح ضرورة إنسانية وعسكرية ملحة لرفع معاناة اليمنيين وتدفق الواردات والمساعدات الإغاثية والإنسانية، موضحا أن الميليشيات تتعمد وضع الأسلحة الثقيلة في قلب الأحياء السكنية، مضيفا أن هناك تعمدا من جانب الحوثيين على استهداف المدنيين. الناطق باسم الحكومة أكد استمرار تسهيل منح التصاريح البحرية لميناء الحديدة من قبل التحالف، واستمرار تأمين الممرات الآمنة من وإلى الحديدة. في الشمال الأفريقي في الجانب المغاربي وتحديدا في الشأن الجزائري، مسألة ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية جديدة في البلاد، اجتمعت أحزاب الأغلبية الرئاسية للتنسيق وتقرير إضفاء الطابع الرسمي بشكل فعلي في إطار التحالف الرئاسي لدعم الرئيس بوتفليقة للترشح لفترة رئاسية خامسة في الانتخابات المقرر إجراؤها أبريل المقبل. الاجتماع ضم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، ورئيس الوزراء والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيا، ورئيس حزب تجمع أمل الجزائر عمار غول، ورئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس. التلفزيون الجزائري أشار إلى أن الاجتماع أسفر عما سمي بتحالف رئاسي يجمع الأحزاب الداعمة لبوتفليقة والتي قررت تنسيق جهودها في دعم ترشح الرئيس في الانتخابات المقبلة. غير بعيد عن الجزائر في تونس تحديدا وفي قضية مقتل المعارضين البارزين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 2013، أعلنت الجبهة الشعبية أن هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي ستقدم ما قالت إنها معطيات جديدة حول ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة التابعة لتنظيم الإخوان في الوقت والظرف المناسبين بحسب تعبيرها. كانت هيئة الدفاع قد أكدت في أكتوبر الماضي أن النهضة لها تنظيمها الخاص المعني بعملية الاغتيالات السياسية، وأن مصطفى خضر المشرف على هذا الجهاز كان يحوز وثائق تتعلق بملف اغتيال بلعيد والبراهمي. المتحدث باسم الجبهة حمل همامي المرشح الرئاسي السابق طلب خلال وقفة أمام مقر الداخلية طلب القضاء بالقيام بالتحقيقات المناسبة واللازمة وإلى تحمل مسؤولياته في ضوء المعطيات والوثائق التي كانت قد قدمت من قبل هيئة الدفاع. ما تجدر الإشارة إليه أنه خلال الوقفة رفعت عدة شعارات من بينها الحساب لإصابة الإرهاب، الحديث بطبيعة الحال عما يجري في تونس من إعادة فتح ملف اغتيال المعارضين البارزين آنذاك شكري بلعيد ومحمد البراهمي. من تونس الآن ينضم إلينا الأستاذ يوسف الشرني القيادي في حركة البعث في تونس. سيد الشرني أهلا وسهلا بك، لماذا يعاد فتح قضية اغتيال البراهمي وشكري بلعيد في هذا التوقيت وهي القضية التي مضى عليها ما يزيد على 5 سنوات ونيف؟ شكرا سيدي على الاستضافة ونحيي أيضا مشاهديكم. في الواقع ليس إعادة فتح القضية، هي القضية مستمرة منذ سنة 2013 ولم تغلق بعد، ولكن ملف القضية الذي كان ولا زال عند القضاء لم يتم دراسته بشكل جيد ولم يتم جمع المعلومات كاملة من الأجهزة المتداخلة التي ربما شاركت في اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراح. أنت تعرف أن هناك جانب سياسي في هذه القضية وهناك جانب حقوقي وقضاء. الجانب السياسي لدى الجبهة الشعبية هي البارحة وصلت إلى الوقفة الاحتجاجية رقم 300 منذ اغتيال الشهيدين إلى اليوم للفت الرأي العام التونسي، وايضا هي مسألة ان هناك جانب سياسي في المسألة يبدو يعني وكأنه امر قد يؤثر على هذه القضية وان ينتقص من قدرها. اغتيال، عملية قتل، هذه مسألة جنائية يتولاها القضاء 100% حسب الاعراف المتعارف عليها في التقاليد وفي الدول ذات العراقة في المجال الديمقراطي واحترام الفصل بين السلطات، صبغها بالصبغة السياسية هذا قد يؤثر عليها، اليس كذلك؟ سيدي الشهيدين هم قياديين في الجبهة الشعبية، نعم، ومن مؤسسي الجبهة الشعبية، وهذا هو سبب الاغتيال، لأن الجبهة الشعبية هي جبهة لها قدس كانت تعارض ربما تعارض الإسلام السياسي وتعارض التوجهات المجتمعية اللي يريدوا يفرضوها على تونس،
وبالتالي كان هذا الاغتيال هو اغتيال سياسي اولا، وللجبهة الشعبية الحق في ان تبرز هذا الجانب. الجانب القضائي والحقوقي متكلفة به هيئة الدفاع، وهيئة الدفاع منذ سنة 2013 تعمل على هذا الملف، واكتشفت اشياء جديدة ضمن الملف تتعلق بجهاز سري لحركة النهضة. طيب، هو الجهاز الخاص. نعم، عملية اغتيال السيد شكري بالعيد ومحمد البراهمي تمت بان حكم الترويكا الثلاثية الحاكمة في ذلك الوقت التي كانت حركة النهضة مكون من بين مكوناتها، هل يمكن ان تنضم فصائل اخرى؟ لا اتحدث طبعا عن فصائل سياسية، لكن على الاقل اطراف كانت مشتركة في منظومة الحكم في ذلك الحين الى هذه التحقيقات. كيف تنضم الى هذه التحقيقات؟ نعم، أنا أتحدث أن الترويكا الحاكمة التي كانت مسؤولة عن الحكم في ذلك الوقت كان فيها أطراف عدة لم تكن حركة النهضة وحدها. اليوم أغلب الحديث الذي يأتي بمسؤولية حركة النهضة، مسؤولية حركة النهضة باعتبارها خصما سياسيا للجبهة الشعبية ولا باعتبارها كانت جزءا ومكونا من مكونات الحكم؟ لا، ليس لأنها خصما، وإنما يا سيدي أن حركة النهضة كانت هي في الحكم. أولا، التهم الموجهة لحركة النهضة هي سياسية وأخلاقية باعتبارها كانت في الحكم، وباعتبارها كانت تراعي تحركات الفصائل الجهادية أو الفصائل التكفيرية، وكانت تطلق لهم عنان ويستقبلون أيضا حتى من طرف الرئاسي، وبالتالي هي المسألة هي مسؤولية سياسية وأخلاقية أولا وأخيرا. المسألة الجنائية أو الجرم الجنائي سيكشفه القضاء. وهذه هيئة الدفاع قدمت ملفات دقيقة جدا، ومعلومات خطيرة أيضا مرتبطة بالجهاز السري لحركة النهضة وبالعناصر هم نشطين في حركة النهضة، ومنها الآن منهم في السجن في القضية. نعم، وبالتالي الجانب السياسي هو واضح، لأنه الاغتيالات وقعت في هذا الطريق، والنهضة مسؤولية سياسية ومسؤولية أخلاقية. نعم، أستاذ يوسف، حضرتك تتحدث في شقين اثنين، الشق السياسي والشق الجنائي أو القضائي. الشق الجنائي والقضائي هذا مفهوم أنه سيتصدى له القضاء التونسي، وبالتالي إذا ما ثبتت هذه الإدانة فالعقوبة مفهومة تماما حسب ما تقول به القوانين التونسية ذات الصلة. عن الشق السياسي، من المسؤول عن القطع بأن هناك مسؤولية سياسية تمس حركة النهضة أو جماعة الإخوان في تونس، وما هو أو ما هي العقوبة التي يمكن توقيعها على الأقل على الشق السياسي؟ هو هنا المسؤولية السياسية واضحة وجلية. نحن لما نشوف خلال حكم التراكة أن هناك تحريض على الشهيد شكري بالعيد، والآن حادثة عندما كان هناك ضرب المواطنين في سيليانة بالرش، عندما كان علي العريض هو وزير الداخلية رمى التهمة على شكري بالعيد وهو موجود في المغرب. إذا هناك تحريض على شكري بالعيد، وهناك اتهامات لشكري بالعيد باطلة، وبالتالي استغلها التكفيريون اللي هم على علاقة بحركة النهضة. ونتذكر جيدا نحن في لقاء سري مسرب على فيديو عندما يقول راشد الغنوشي أن هؤلاء التكفيريين أو هؤلاء السلفيين يذكروني بشبابي، ثم يقول أنه الجيش والأمن غير مضمون، وبالتالي هذا كله يدلل على أن هناك هذا الجهاز السري أو حركة النهضة لا تريد خصما سياسيا وتريد تصفية خصومة سياسية، وخاصة أن شكري بالعيد ومحمد البراني كان لهم وزن كبير في الساحة السياسية المعارضة للثلاثة السياسية. الأستاذ يوسف الشراني القيادي في حركة البعث التونسية منضما إلينا عبر الهاتف للتعقيب على إعادة فتح قضية اغتيال المعارضين التونسيين البارزين شكري بالعيد ومحمد البراهمي. أشكرك شكرا جزيلا. إلى ملفنا لهذه الليلة، مئة عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى، تداعيات متواصلة. على مدار أسبوع كامل بدأ الأحد وينتهي الأحد المقبل تحيي فرنسا وبريطانيا ذكرى الهدنة التي أنهت الحرب العالمية الأولى، والتي أعلنت في 11 من نوفمبر من عام 1918.
الهدنة التي كانت فعليا إعلانا لانتصار الحلفاء بعد توقيع ألمانيا عليها، وبالتالي هزيمة لدول المحور. الإمبراطوريات العثمانية والنمساوية المجرية سميت الحرب العالمية الأولى بالحرب العظمى أو بالحرب الكونية الأولى، وقيل عنها كذلك إنها كانت الحرب التي ستنهي كل الحروب، خاصة مع مشاركة أعداد وقوات كبيرة فيها. نتابع هذا العرض الذي يسلط الضوء على الأرقام والمعلومات الخاصة بالحرب الكونية الأولى. تابعنا مع حضراتكم إذن أبرز الأرقام المرتبطة بالحرب العالمية الأولى في ذكرى هدنتها المائة. أما عن أسباب اندلاع الحرب العالمية الأولى فيمكن صياغتها على النحو الذي جاء فيه: التنافس الاستعماري بعد تقدم الثورة الصناعية، الأمر الذي أدى إلى تطور النزعة الاستعمارية لدى الدول الأوروبية. كانت هناك حاجة إذن إلى الموارد وكذلك أسواق لتصريف المنتجات، الأمر الذي أتى من خلال السعي إلى امتلاك المستعمرات واحتلال الدول. أما عن التسابق في الاستعمار فقد أدى أيضا إلى الصدام مع القوى الاستعمارية. الشرق الأوسط الذي ناله ما ناله من حجم تأثيرات هائل وهائل للغاية ما بعد الحرب العالمية الأولى. منطقة الشرق الأوسط والدول العربية كانت في قلب هذه الأحداث بين القوى التي كانت متناحرة على مستواها الدولي، حيث كانت ولاءات المنطقة مقسمة على النحو التالي: تحت سيطرة فرنسا كانت الجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا والصومال وجيبوتي. تحت النفوذ البريطاني كانت مصر وجنوب أفريقيا والجزيرة العربية. النفوذ العثماني الذي امتد فيما تبقى من المشرق العربي. ليبيا وقتها كانت خاضعة للاحتلال الإيطالي.
عبر الهاتف ينضم إلينا الدكتور صلاح عبد الله نائب الأمين العام لمنظمة المؤتمر الشعبي العربي والمحلل السياسي. دكتور صلاح أهلا وسهلا بحضرتك. العرب أديروا كما لم يداروا ربما من أحداث كما أديروا من الحرب العالمية الأولى، ما هي الدروس التي كان يتعين على العرب أن يعوها وهل وعي العرب ذلك الدرس فعليا؟ الحقيقة أن العرب وعوا هذا الدرس وتنبهوا له مبكرا، والدليل على هذا أن الحركة القومية العربية ظهرت قبل بداية الحرب العالمية الأولى واجتمع قوميين عرب في محاولة لإبراز فكرة القومية العربية والوحدة العربية، ولكن الاستعمار الغربي كان متنبها لهذا. والمؤتمر الأول للقوميين عقد في لندن، انجلترا وفرنسا كانوا متنبهين لظهور الحركة القومية العربية، فاستطاعوا ان هم القضاء على الخلافة العثمانية ثم وأد الحركة القومية العربية او اضعافها او تأجيلها بكل الاساليب الملتوية، بمعنى ان الشريف حسين حاول ان ينشئ الخلافة العربية الاسلامية واعلنها من المدينة المنورة، ولكن البريطانيين تآمروا عليه وأسقطوه. فأيضا الحركة القومية ضربت في العراق وفي سوريا وأضعفت، لأنه كان المخطط هو موضوع مشروع سايكس بيكو اللي هو بيقسم الأقطار العربية أو بيقسم المنطقة العربية وبيعمل فيها حدود مصطنعة وبيخضعها لهيمنة الدول الكبرى. العراق بقى تحت الحكم البريطاني، سوريا ولبنان فرنسا، فلسطين وهي بداية مأساة فلسطين تحت الانتداب الإنجليزي، وطبعا أنشأت في ذلك الوقت. دكتور صلاح، حتى لا نغرق في حديث الماضي والتاريخ، من المهم أن نتعرف على واقعنا الآن. أنا سألت حضرتك هل وعى العرب الدرس جيدا فيما يتعلق بما جرى في الحرب العالمية الأولى وما تلاها من نكبات استعرضت حضرتك جانبا منها، هل بقي العرب إرث من هذه الحرب يتعين عليهم أن يستفيدوا منها؟ نعم، الجماهير العربية الآن واعية تماما لما حدث وللنكبات التي حدثت ومتفهمة تماما، لأن المصير في هذه المنطقة وأن مستقبل هذه المنطقة لابد أن يكون من خلال الاتحاد العربي، من خلال التقارب العربي وصولا إلى الاتحاد العربي. إذا كانت أوروبا قد خرجت من مأساة الحرب العالمية الأولى والثانية بالاتحاد الأوروبي ونجحت فيه، فإن هناك حركة عربية قوية الآن وسط الجماهير العربية في كل الأقطار العربية. على فكرة أنا كنت متصور أن المد القومي موجود في المشرق العربي أكثر، ولكنني حينما سافرت إلى المغرب العربي وبدأت أحتك بالإخوة في المغرب العربي اكتشفت أن المد العروبي وأن الإيمان بفكرة. طيب يا دكتور صلاح، يعني إن شئنا مزيدا من الواقعية وأرجوك لا تغضب من حديثي، يعني هل هناك أمارة واحدة من أمارات ما كان يعرف بالقومية العربية والمد العروبي وما إلى ذلك، هل هناك أمارة واحدة لهذا على الأرض؟ المسألة مرتبطة ربما ببعض الكتابات أو ببعض الندوات الثقافية التي هي في طابعها قد تبدو مخملية الطابع أو أرستقراطية الفكر مثلا، لكن على الأرض هل هناك أمارة واحدة تقول بأن هناك لحمة عربية على النحو الذي تقوله حضرتك؟ شوف حضرتك، هناك لحمة عربية ما عدا المستوى السياسي، بمعنى أن الأنظمة العربية هي اللي مختلفة مع بعضها، إنما الشعب في كل مكان متقارب مع بعض، الناس في كل مكان مؤمنة بفكرة الوحدة وبفكرة أن هذه الحدود التي صنعها الاستعمار وهمية. الناس في المنطقة العربية مؤمنة بمصيرها المشترك. الخلاف كله فين؟ لا، في نظم سياسية قامت. طيب معلش دكتور صلاح، يعني أنا أعتذر من حضرتك على المقاطعة، لكن أرجو أيضا أن تتحملني. يعني نحن لسنا في إزاء التنظير أو محاولة النبش في إرث القومية العربية، عندما تبنت بعض الأنظمة السياسية والطبقة السياسية الحاكمة في بعض هذه الدول الخطاب الذي تقوله حضرتك بضرورة أن تتوارى هذه الحدود وبأنها من صنع المستعمر وبأن الشعب العربي شعب واحد وبأننا سنضرب إسرائيل وما تلاها وما إلى ذلك، الوطن العربي تقريبا خسر خسرانا مبينا في تلك المرحلة.
لأن هذه الأنظمة حينما تبنت الفكر القومي، ودي على فكرة جزء من المؤامرة على المنطقة العربية، هذه الأنظمة تبنتها كظاهرة صوتية ولكن ليس واقع عملي. وحديك مثل بسيط، ليبيا كانت دعوة القومية العربية والوحدة العربية عالية جدا، ومصر نفس الشيء، ولم تنجح مصر وليبيا في أنهم يعملوا خط سكة حديد ما بين مرسى مطروح وبني غازي، بينما إسرائيل هي رايحة عمان ورايحة الخليج بتقول لهم هنعمل خط سكة حديد من تل أبيب يوصل الخليج وعمان. يعني هي مسألة، يعني النقطة الأخيرة تحديدا، يعني حتى نرد غيبة الغائبين، المسألة فقط ليست إلا مروجة إعلاميا على الأقل في هذا الإطار، مسألة خطوط السكك الحديد يعني مسألة على الأرجح لن تلامس واقعا على الأقل في المدى المنظور. ما الذي يتعين؟ النظم استخدمت موضوع رغبة الشعب العربي في عودة اللحمة العربية، استخدمتها لمصالحها وليس لواقع عملي، إنما الشعب نفسه في كل قطر عربي مؤمن بفكرة الوحدة العربية. وأنا بقولها لك النهاردة أن جيلا قادم سيحقق الاتحاد العربي كما تحقق الاتحاد الأوروبي، رغم كل المؤامرات ورغم كل الظروف الصعبة اللي احنا عايشينها. طيب، البعض يتحدث عن حقب الاستعمار الجديد أو حقب التكالب الجديد التي قد لا يبدو فيها السلاح والفاعل الأكبر، وإنما الحروب غير النمطية أو بعض الأنماط المستحدثة من التدخل في شؤون هذه الدول، والبعض حتى يرى أن ما جرى على مدى العقد المنصرم كان دليلا كافيا لذلك. حتى الوسيلة التي قد تستعمل بحسب هذا الرأي فهي محاولة تأليب الدول بعضها على بعض، وتأليب الداخل الطبقة السياسية على الشعب والشعب على الطبقة الحاكمة وهلم جرى. هل هذا الرأي سديد بما يكفي دكتور صلاح؟ هذا الرأي فيه استهانة بذكاء الناس وبذكاء الشعب العربي، فيه استهانة بقدرة الناس، في تقليل من قيمة الناس، هو نوع من الحرب النفسية لإشعار الناس في المنطقة العربية بالعجز. الناس ليسوا عاجزين ومتطورين، وإذا إحنا بصيت أنت مثلا على سبيل المثال للمهاجرين العرب في أوروبا وأمريكا والمواقع الضخمة اللي هم شغالين فيها العلمية وغير العلمية، هتعرف أن هذا الشعب له قدرات. والغريب جدا أنهم يؤمنون بفكرة الاتحاد العربي رغم الهجرة ورغم أنهم أغنياء برة ورغم ان هم مش محتاجين حاجة، انما ولائهم العربي ما زال قويا جدا. وانا بقولها لك واتضحت لنا في مؤتمر تونس حينما جاء كل المهاجرين العرب، اساتذة في الجامعة ورجال اعمال وناس مش محتاجين حاجة من المنطقة، انما مصرين على الفكر القومي العربي وفكرة التوحد العربي. هي مسألة طريفة نوعا ما، مسألة ان المنادين بمسألة القومية العربية وباللحمة العربية بيعقدوا اجتماعاتهم في بريطانيا وفي فرنسا كما ذكرت. اشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور صلاح عبد الله الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لحضرتك. الان نتحول مع الاحتفالات البريطانية لاحياء هذه الذكرى، الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الاولى.
منذ تولي الرئيس الشاب إيمانويل ماكرون منصب رئيس الجمهورية الفرنسية في مايو 2017 حاول إعادة مكانة بلاده إلى سابق عهدها وضخ الروح الفرنسية في المجتمع الدولي من خلال الاهتمام بالقضايا الدولية وعلى رأسها قضايا الشرق الأوسط التي وقفت فيها على مسافة متساوية بين كل أطراف الصراع. الرئيس الشاب الثلاثيني لم يستطع حتى الآن تحقيق تقدم إيجابي، بل على العكس تراجعت عجلة الاقتصاد الفرنسي، الأمر الذي أثر على شعبيته وبسببه أطلق عليه لقب رئيس الأغنياء، هذا على المستوى الداخلي. أما المستوى الخارجي وتحديدا في قضايا الشرق الأوسط فتسير على مثل ضربة على الحافر وأخرى على المسمار، وذلك بسبب تراجعها عن دورها إلى حد كبير في العقود الماضية. واليوم تعاني فرنسا من نتائج هذه السياسة، وما زاد الطين بلة كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لما حمله ذلك من ضغوط على فرنسا خاصة من النواحي الأمنية والعسكرية. ليظل السؤال قائما، هل يستطيع ماكرون إعادة بلاده إلى مستوى السياسة الخارجية وفي نفس الوقت دفع عجلة الاقتصاد داخل البلاد كما وعد سابقا؟ رئيس شاب أتى إلى سدة الحكم ولم يكمل عقده الرابع، أتى بحالة من الالتفاف الشعبي حوله على الأقل فئة الشباب، الكل تقريبا كان يتحدث عن رئيس قد يأتي لترسيخ ما يمكن وصفه بالجمهورية الثالثة في فرنسا، لكن يبدو أن الصورة تغيرت شيئا فشيئا وصولا إلى أدنى مستويات الشعبية على الأقل بحسب بعض مراكز قياس الرأي في فرنسا. لماذا حدث هذا وما الذي تغير في سياسة فرنسا مع رئيسها الشاب؟ الدكتورة جيهان جادو عضو المجلس المحلي من مدينة فرساي الفرنسية تنضم إلينا في الاستوديو لمحاولة إطلاعنا على ما يجري في فرنسا. دكتورة جيهان أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. لماذا تغير الوضع من رجل بهذه الدرجة من الجاذبية والقبول الشعبي إلى رجل يعاني في الداخل وهو لم يمضي كثيرا من سنوات حكم؟ طبعا يعني الحقيقة في البرنامج الانتخابي لماكرون لما بدأ في الانتخابات الرئاسية يعني الحقيقة هو يعني كان دم جديد أو لون جديد على الساحة السياسية في فرنسا، وطبعا ده معروف أن الفرنسيين مولعين جدا بالطيارات الجديدة اللي هي بتعيد لفرنسا حيويتها من جديد، فهو يمكن في يعني رجل بهذا الوصف وقت الانتخابات الرئاسية لا يعني هو في طيار وسط لا يميني ولا يساري، فيمكن ده اللي يعني أدى لقطاع كبير جدا من المواطنين الفرنسيين ان هم فعلا حابين التغيير، حابين ان هم يوصلوا بالجمهورية الفرنسية لوضع افضل، ويعني يعني بعض الشيء اللي هو يعني نقول ان هو بيعيد شباب فرنسا من جديد. طبعا كان في قطاع كبير جدا 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 من الطلبة من العمال من ناس كتير جدا أيدت ماكرون في الوقت ده، لأنه هم يعني اعتبروا أنه هو رجل اقتصادي بحت، فهيبتدي يدفع عجلة الانتاج ويبقى اقتصاد فرنسا يبقى فعلا في ازدهار، ويعني يمكن كمان اللي شجع المواطنين الفرنسيين ان فرانسوا اولاند هو كان اصلا يعني بيأيد لانه هو طبعا كان وزير في حكومة فرانسوا اولاند، فكل العوامل دي ادت ان هو فعلا كان ليه شعبية كبيرة. نيجي بقى دلوقتي حالتك للوضع اللي حصل او بعض التدهورات اللي حصلت او شعبية ماكرون اللي هي قلت فعلا اللي هي يمكن وصلت ل 32 يعني في المية يعني انخفاض، يعني ده نسبة خطيرة جدا. يمكن أولاند وقتها ما وصلش وقت الحكم في الفترة الأخيرة ما وصلش للمرحلة دي. طبعا هو الرجل الذي أقر بأنه لن يترشح لانتخابات مجددة. بالضبط فعلا. طبعا الوضع ماكرون هو شاب عنده يعني المقدرة ان هو يخوض في أي قرار، يعني مش مستعد ان هو يتراجع عن قراراته اللي هو بياخدها سيادية، فده طبعا أدى إلى بعض العناد مع المواطن الفرنسي نفسه. مشكلة النقابات دي كبيرة جدا جدا من وقت حتى يمكن المشكلة القائمة من وقت فرانسوا أولاند إلى الآن. لكن هو الفرنسويين كانوا بينتظروا مثلا رئيس يأتي بتعديلات جديدة راديكالية مثلا في أداء دراماتيكية في أداء فرنسا، ولا المسألة كانت على أي نحو؟ لأنه هو منذ البداية بدأ الحديث عن نفوذ بريجيت ماكرون زوجته في قصر الإليزيه، بدأ الحديث حتى عن حجم ما يستعمله الرجل من مساحيق وباودر وأدوات مكياج في قصر، يعني المسألة مبكرا جدا بدأ النبش في أمور مختلفة، وده طبعا اليمين المتطرف هو اللي بيلعب دور كبير جدا 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 في الموضوع ده. يعني هي الحرب في فرنسا لما بيبقى في حرب سياسية ما بتنتهيش بمجرد ان هو فوز شخص وخسارة الآخر،
بالعكس هو بيبقى يبتدي النبش نفسه التيارات قوية جدا جدا جدا، سواء اليسارية حاليا أو أيضا اليمين المتطرف. يعني الحقيقة يعني اللعب في المطبخ السياسي الفرنسي يعني قوي جدا. فطبعا كل الأمور دي بترجع للتيارات اللي هي ضد ماكرون، فبيبتدوا ان هم ينبشوا زي ما حضرتك بتقول في كل يعني في أدق التفاصيل حتى يضعفوا من شخصية من شعبية هذا الرئيس، وبالتالي الانتخابات القادمة يكون هو يستبعد ويبتدي في تيارات جديدة تطلع على الساحة السياسية. لكن هي خلينا أقول لحضرتك إن الشعبية بالفعل قلت نتيجة للمشكلات النقابية أو قانون العمل اللي هو الحقيقة قطاع كتير جدا 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 هيتضر منه، يعني تقليل المعاش سن المعاش، يعني عايز أقول لحضرتك ترحيل بعض المتعاقدين أو ترحيل بعض العمال أو تخصيص أيضا أو خصخصة بعض الشركات. هو ماكرون عايزها دولة اقتصادية بحتة، بس يعني هو كويس إن هي دولة اقتصادية بحتة بس مش هتيجي على حساب العمال والطبقة. تاريخ فرنسا نعم. بالكامل في هذا الإطار هي مضرب المثل في حجم ما يمنح من مزايا للعمال، حجم ما يمكن أن يقدم إليهم من خدمات، حجم الإنتاجية حتى التي يقدمها العامل الفرنسي. لكن منذ قانون مريم الخمري الذي كان مشروع قانون صحيح. في وقت الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند إلى وقت إيمانويل ماكرون هناك أزمات، والمنظمات النقابية في فرنسا لها ثقل وثقل واسع للغاية. جدا 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 النقابات في فرنسا الحقيقة نشطة جدا، يعني إضرابات يعني بالحقيقة يعني كل النقابات بتنتفض في وقت واحد، هناك هيكلة كبرى جدا في عملية التنظيم بالنسبة للنقابات العمالية في يعني يمكن الفيدرالية النقابية يعني هايلة جدا، أو الفيدرالية العمالية قايمة بدور بصراحة محرك يعني للمواطنين. يمكن مؤخرا كمان للأسف الشديد ان بعض الطلبة في الجامعات ايضا اعترضوا على بعض سياسات ماكرون، ويمكن هو ده اللي يعني احنا لما خلينا احنا نفسنا كمان كمواطنين فرنسيين يعني او المواطنين اللي عايشين هناك، فيعني احنا مش قادرين نفهم ازاي انتوا ايدتوا فجأة بعض القرارات او بعض القرارات الحاسمة اللي اخذها ماكرون في السياسة الداخلية، فعلا ادت الى تراجع شعبيته بشكل يعني واضح للكفة. طيب يعني حتى لا يبدو الأمر كما لو كان غراما أو ولعا شكليا أو بالحالة اللي قدمها إيمانويل ماكرون، ما هي الأسس البرامجية التي على أساسها ذهب الناخب الفرنسي لانتخاب إيمانويل ماكرون؟ والبعض حتى في تلك الانتخابات كان يقول أنه اختيار بين أفضل السيئين، يعني لم يكن هناك خيار بذاته كاف للالتفاف حوله. طبعاً هو ما هي الحدود البرامجية التي ذهب إليها الناخب الفرنسي ولم يجدها بعد ذلك؟ سؤال جيد أحيى حضرتك عليه. طبعا هو أهم شيء المواطن الفرنسي اللي بيتأثر به هناك اللي هي الخدمات والضرائب. الضرائب الحقيقة بتشكل عبء كبير جدا جدا على المواطن الفرنسي نفسه. يعني انت حياتك بتلاقي الدولة بتتعامل مع المواطن بالضرائب بتاعته، صحيح هي الدولة لها حق لكن مبالغ فيها جدا جدا جدا، الضرائب عالية بتتقاسم معها مصدر رزقه بالضبط. يعني فطبعا ماكرون دخل من هذا المجال، يعني ان هو بدا يقول ان انا هقلل الضرائب، يعني في هناك في ضرائب على السكن وفي ضرائب ايضا الضرائب العامه، فقال انا هلغي الضريبه على السكن. الى الان لم يحدث ذلك، يعني اصبح ان هو كلام مجرد كلام مرسل لا قيمه له، يعني اذا لم يتخذ قرارات حاسمه في هذا الموضوع فاذا هو كلام مرسل. فطبعا ده ادى الى يعني اهتزاز الثقه من المواطن اللي هو الرئيس اللي انتخبه. طبعا مشكله العمال دي مشكله خطيره جدا جدا جدا، يمكن هي على اساسها هو وعد باصلاحات ووعد ان هو هيعمل اصلاحات في مقابل يعني قانون العمل او تحسين وضعيه العامل او تحسين وضعيه النقابات، لكن لم يحدث بل بالعكس لا. الامر زاد سوءا. الزياره الاولى لإيمانويل ماكرون خارج القطر الفرنسي كانت الى مالي للقوات المشاركه هناك. صحيح. اهتمامه بافريقيا حاصل بالفعل الى هذا الحد، اهتمام يقول ان فرنسا ستعود بقوة للإرث التاريخي القديم في افريقيا، ولا المسألة مرتبطة فقط بإعادة النظر في كل ما يخص المحيط الاقليمي والدولي لفرنسا؟ هو الحقيقة ماكرون انسان ذكي جدا، يعني هو شاب وهو لون جديد على فرنسا، فهو يعني شايف فعلا التيارات بتحاربه جدا في يعني في محيط داخل فرنسا، فهو بكل اللي هو الزيارات اللي بيعملها وكل اللي يعني اللي هو التدخلات اللي بيعملها سواء حتى في الشرق الاوسط
مالي، في الملف الإيراني، في القضية الفلسطينية، في سوريا أيضا، هو بيحاول يكون رمانة الميزان حتى يكسب، يستشعر المواطن الفرنسي أنه هو بيحسن صورة فرنسا خارجيا، فبالتالي يعني يتنازل بعض الشيء عن الصورة الداخلية. لكن الحقيقة المواطن الفرنسي لا يسمح أبدا أو يعني ينتقص من حقوقه، فده طبعا حاجة خطيرة جدا، ويمكن هو ده السبب اللي بيخلي في مناوشات وفي شعبية. يعني على مستوى السياسة الخارجية، البعض يقول، وبعض المعنيين بالشأن الفرنسي يقولون أنه منذ انتهاء حقبة الرئيس جاك شيراك تقريبا فرنسا تسير في فلك الإدارة الأمريكية، حيثما ذهبت واشنطن تذهب باريس. هل هذا النظر سديد بما يكفي؟ وهل إيمانويل ماكرون قادر على تبديد هذه الرؤية وهذه المخاوف؟ الحقيقة يعني عايز أقول لحضرتك أن هي فعلا بدأت فعلا قويل كثيرة 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 تقول أن فرنسا أصبحت يعني ابنة الأمريكا، أو أن أمريكا بتحتضن فرنسا وهكذا. يمكن مع ساركوزي، يعني ساركوزي كان أتى ليقطع يقينا بده. صحيح. لكن حاليا ماكرون بدأ في بعض الأمور، هو استشعر الخطر في هذا الشأن، فبدع الأمور حاليا بدأ في اضطراب فعلا في العلاقة الأمريكية، مش هنقول العلاقة طبعا، لكن في بعض القرارات اللي اتخذها ترامب كان ضدها ماكرون. فالحقيقة هو مش بأيد قرار ترامب، في أنه هو يحاول جاهدا بأن يضع لفرنسا كدولة قوية في أوروبا بعد ألمانيا طبعا، فهو حابب أن يخلي فرنسا دولة قوية ذات سيادة غير خاضعة لأحد حتى لو كانت أمريكا. الحديث عن معالجة إيمانويل ماكرون لقضايا الشرق الأوسط أو تدخله في القضايا الشرق الأوسطية، الصراع العربي الإسرائيلي، إمكانية طرح مبادرة فرنسية جديدة لإيجاد تسوية لهذا الصراع، فرنسا تدرك حقيقة أن بإمكانها أن تلعب هذا الدور، ولا المسألة فقط في إطار محاولة الظهور على الساحة من جديد؟ أنا أعتقد أن رأي حضرتك الأخير أنا أميل إليه لأنه الأقرب إلى الصواب، لأن الحقيقة مسألة القضية الفلسطينية وطبعا المناوشات ما بين إسرائيل والفلسطينيين كبيرة جدا جدا جدا، أمريكا نفسها لا تستطيع أن تقوم بالدور ده، لكن هو محاولة منه للظهور على الساحة، ونأمل أن تكون المبادرة جدية طبعا، لأن هو هي المبادرة الفرنسية الأخيرة إسرائيل رفضتها قبل حتى أن تطرح بشكل كامل. بالضبط، فعلا ده فعلا دي حقيقة، لكن يعني أنا أعتقد أنه هو محاولة أن هو ظهوره على الساحة الدولية بشكل قوي لإثبات أن فرنسا يعني تحاول أنها يكون لها كيان كبير في دول الاتحاد الأوروبي وفي العالم أيضا. إيمانويل ماكرون حريص على إبراز الجانب الفرنكفوني في علاقاته وحضوره للقمة الفرنكفونية في يريفان في أرمينيا مؤخرا، الحرص حتى على إظهار نفسه ربما راعي لبعض قضايا الحريات، الاعتراف مثلا بما جرى في الجزائر بأنها كانت مذابح، أو على الأقل واقعة موريس أودان. صحيح. هل يمكن لفرنسا أن تمضي قدما في هذا المجال؟ لأن حتى هذه اللحظة فرنسا لم تقر بأخطائها في الحقبة الاستعمارية الجزائرية، ولن تدفع دولارا أو يورو واحدا كتعويضات، لكن الاعتراف على الأقل بهذه الحالة هل كافي لي ترميم الشروخ والتصدعات؟ نأمل ذلك، لأن هو الحقيقة الاعتراف بالخطأ زي ما حضرتك قولي هو أولى بداية أنه هو يفتح صفحة جديدة، زي ما هو راح في الجزائر واتكلم وقال أنه هو بيحاول يفتح صفحة جديدة مع الجزائر، ويعني أنه هما يتناسوا عفوا ما يتناسوا ما حدث منهم يعني في طبعا الحرب على الجزائر والجرائم اللي هي طبعا حصلت هناك، لكن الحقيقة يعني يمكن هو من هذا الشأن خاصة يقابل بانتقاد شديد جدا من القوة السياسية في فرنسا نفسها، يمكن من اليمين أيضا بيقابل ماكرون يعني بانتهاك شديد ونقد شديد في هذا الموضوع، لأنه هو الحقيقة هو يرسل كلام يعني لكن غير قابل للتنفيذ، يعني هو عليه أن يعترف أولا بأخطائه وأن يفتح صفحة جديدة أمام الشرق الأوسط عامة، وليس فقط يعني مشكلته مع الجزائر، لكن هو نحن نأمل أنه هو يقدم فعلا مبرراته ويقدم فعلا يعني أدلة تودي ان هو فعلا جاد في كل ما يعني يحاول ان هو يفتح صفحه جديده على العالم، نتمنى ذلك. هي المعيار الاوحد الحاكم في قضيه الحقبه الاستعماريه الاطار الاخلاقي فقط، ولا هناك بعض الاطر المصلحيه حتى في مستوى العلاقه بين البلدين؟ يعني هل يمكن للجزائر ان تبقى امد الدهر قابله تماما بكم الانتهاكات الذي جرى، وتقبل ايضا بمتانه العلاقه الاقتصاديه مع فرنسا؟ المساله ايضا غير مفهوم. لا، المفهوم حاليا فرنسا يعني هي بتحاول جاهده استقطاب كل
يعني كل الدول المحيطة بها ويمكن على رأسهم الجزائر. المسألة هي بالنسبة للجرائم الأخلاقية أو الجرائم الانتهاكات الحروب دي طبعا ترك أثر كبير جدا 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 في الجزائر إلى الآن. فإن لم يعترف الفرنسيين بأنهم قاموا فعلا بهذه الجرائم يعني تأتي من أين المصلحة؟ لكن هناك مصلحة قائمة لأنها سياسات دول، لكن على محيط الشعب أو نفسه هو هناك جرح كبير ينزف حتى الآن ما لم تعترف فرنسا، وحتى لو اعترفت لكن هي فعلا كانت جرائم حرب لا تغتفر. فيعني يمكن هي المصلحة حاليا بالنسبة لسياسات الدول هي اللي بتطغي أكتر عن أي شيء تاني. مستوى العلاقة الفرنسية العربية، أتحدث إذا كان هناك محيط عربي جامع يمكن لدولة ما أن تصيغ علاقة واحدة معها، ما هي العلاقة التي توضع في حقبة إيمانويل ماكرون في السنوات الأخيرة العلاقات الفرنسية العربية؟ الحقيقة علاقته بمصر أنا يعني على مستوى الشخصي أنا يعني سعيدة بها جدا جدا جدا، ويعني يمكن هو تدخلاته بعض تدخلاته في الشرق الأوسط هي يعني زي ما بنقول عندنا في مصر لا بتحل ولا بتربط، يعني هو مجرد كلام مرسل، لكن علاقته الحقيقة جيدة بمصر ونحن نؤمل ذلك. في هناك استعداد كامل من فرنسا، وللأسف أيضا العلاقة بنيت أصلا في حقبة الرئيس أولاند. بالضبط نعم. بالضبط، لكن هو امتداد لهذه الـ يعني الاتفاقيات اللي تمت في أولاند، هو بيستكمل نفس المنهاج، لأن الحقيقة هو يعني مش عايز اقول ان هو مجبر ان هو لازم تكون علاقته كويسه بمصر لسبب، لان مصر قلب الشرق الاوسط، امن مصر متعلق بامن فرنسا من خلال حدود مصر، لان هو هناك عمليه الارهاب اللي بتتعرض لها فرنسا دلوقتي، فهي يعرف كويس جدا مدى ان مصر فعلا بتقوم بمهمه كبيره جدا بتحارب الارهاب عن منطقه كلها باجمعها. فانا اعتقد ان هو علاقته سواء من الناحيه الاستراتيجيه سواء من الناحيه العسكريه وايضا افاق جديده ان يكون في تبادل ثقافي تبادل حضاري ان يكون هناك استثمارات جيده تحصل في ارض مصر، ده انا اعتقد انها خطوه كويسه جدا. واحنا يمكن زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي الاخيره لفرنسا كانت الحقيقه هايله جدا، وكان لها مردود قوي عند الفرنسيين نفسهم، استشعروا ان قد ايه مصر عندها محاطه بمخاطر كثيره، واحنا متحملين فعلا كمصريين او مصر عامه متحمله عبء الامه العربيه كلها ويمكن المنطقه كلها، يعني في بعض المناوشات اللي بتحصل في الدول المجاورة، فده طبعا بيأثر على منطقة الشرق الأوسط، وطبعا فرنسا مش مستعدة بأي حال من الأحوال ان هي تخسر مصر كحليف لها في الشرق الأوسط. فبطبيعة الحال انا على مستوى الشخصي المتواضع ان فعلا يعني علاقة فرنسا ومصر جيدة، وان شاء الله ابدا مش هتهتز بعد كده. وجود جانيف لودريا كافي ايضا لزيادة هذه العلاقة متانة على متانتها، يتحدث دائما صحيح. عن القادة في مصر بأنهم الأصدقاء دائما بالضبط، منذ أن كان وزيرا للدفاع حتى قبل أن يتولى حقيبة وزارة الخارجية. صحيح. علاقة فرنسا بالولايات المتحدة الأمريكية وتأثيراتها على المنطقة ما بعد الاتفاق النووي وانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من برونو لومير وزير الاقتصاد في فرنسا، قال لا يمكن القبول بواشنطن كشرطي لتجارة العالم، وعلى فرنسا أن تبحث عن خيارات بديلة حتى وإن كانت تتعارض مع المصلحة الأمريكية. فرنسا قادرة على أن تمضي بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المضمار، ولا المسألة فقط كان خطاب حاد نوعا ما لكنها ستعود؟ هي أنا أعتقد أنها الموضوع أصبح في من له سيادة، فطبعا هو يعني ماكرون يحاول جاهدا الخروج من تحت عباءة ترامب. العالم جميعا يعلم ان هناك بعض ان فرنسا يعني او يقال ان فرنسا تابعه لترامب او لامريكا بشكل عام، لكن هو ما بعد جاك شراك هذا اتهام صريح. بالضبط ده اتهام صريح فعلا، فهو حاليا بكل المستطاع بيحاول يبعد هذه التهمه، لانه يريد لاوروبا او يريد لفرنسا عامه يعني دوله قويه ذات سياده لها حمايه خاصه، ما فيش حد يقدر يتدخل في الشان الخاص بتاعها. هو يعني اتمنى انه يكون جاد في هذا الامر، لان الحقيقه لابد ان فرنسا يعني منذ التاريخ وهي في دور وسطي، يعني دور وسط بتلعب دور هام جدا وحيوي في معظم القضايا، وبتكون يعني غير متشدده وايضا غير يعني ان هي بتكون فعلا بتلعب الدور الوسط يعني فيها. يعني ده يؤخذ على محمل انه اشاده بفرنسا لانها بهذا القدر تستطيع الا تتطرف، ولا تقوم بدور مائع اصلا وتمسك العصا من المنتصف. بتمسك العصب المنتصف دور مائع يعني
مش نقدرش نقول كده، بس هي فعلا فرنسا دائما وابدا يعني بتحاول ان هي لا تشدد في القرارات او انها تاخذ قرارات حاسمه تحسم الامر، ما مثلا في علاقه القضيه الفلسطينيه باسرائيل لم تحسم الى الان اعترافها بالدوله الفلسطينيه على سبيل المثال، لكن تقول ان انا اساند القضيه الفلسطينيه وايضا الاسرائيليين هنا لنا التحالف معهم وان هم حلفائنا فما نستطيع. فهو الامر نفسه غير واضح للكافه. قبل ان نذهب الى السؤال التفاعلي مع مشاهدينا لهذه الفقره، دومينيك دي فيلبان الدبلوماسي الوازن والمفكر المرموق رئيس الوزراء الاسبق لفرنسا كان يتحدث عندما ازدادت حده الحملات الارهابيه التي استهدفت فرنسا، قال ان على فرنسا ان تراجع نفسها لانها ربما ببعض سياساتها وانجرارها خلف الولايات المتحده تكون مسؤوله ايضا عن هذا. هذا الراي يلقى رواج في المجتمع الفرنسي ولا طبعا. لا طبعا طبعا المواطنين الفرنسيين بيحبوا بلدهم جدا دائما وابدا، يعني يرغبون في ان تكون فرنسا دوله مستقله ذات سياده بعيده عن اي قرارات او اي ان هم يعني اي دوله ما تملي قراراتها على فرنسا. فطبعا بكل تاكيد هذا يعني الراي ده راي سائد في كل الاوساط الفرنسيه، ويمكن هو ده القوى السياسيه بتلعب على هذا الموضوع. دكتور جيهان، نتوقف الان مع السؤال الذي طرح عبر صفحة البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول الدور الفرنسي المنتظر في منطقة الشرق الأوسط. هل يمكن لفرنسا أن تقوم بهذا الدور وأن تكون قادرة على تقديم حلول لأزمات الشرق الأوسط؟ كيف بدت الردود؟ 86% يرون أنه لا يمكن لفرنسا أن تقوم بهذا الدور ربما لميوعة الدور حسبما قالت دكتورة جيهان، بينما رأى 14% من المتفاعلين مع هذا السؤال أن فرنسا قادرة على تقديم حلول لأزمات الشرق الأوسط. المسألة مفاجأة بالنسبة لحضرتك ولا منطقية؟ لا أنا منطقية جدا، منطقية جدا، لأن إلى الآن لم يحسم قرار واحد تتخذه فرنسا. يعني أنا أتمنى كمواطنة أعيش هناك، أنا أتمنى أن فعلا أن تكون فرنسا لها قرارات وتتحمل يعني تعب يعني كل العبء تبعات هذا القرار الذي يتخذه ماكرون. يعني لكن هذه القرارات اللي يعني زي ما بنقول حياتك مسكين العصايه من الوسط لا تحل اي مشكله. شكرا جزيلا لحضرتك دكتوره جيهان جادو، عضو المجلس المحلي بمدينه فرساي الفرنسيه، منضمه الينا في هذا الجانب من هذه الحلقه حول الدور الفرنسي في الشرق الاوسط. هل يمكن لفرنسا ان تكون لاعبا فاعلا في قضايا المنطقه وان تحل بديلا عن الولايات المتحده الامريكيه مثلا؟ في النهايه اشكرها شكرا جزيلا، وبعد الفاصل باذن الله نلتقي في حوار اخر حول العقوبات الفرنسيه العقوبات الامريكيه عفوا التي جرى تمديدها على ايران. في عام 2015 أبرمت الدول الكبرى وإيران اتفاقا يحدد مسار البرنامج النووي الإيراني تحت رقابة صارمة يضمن ابتعاده عن الطابع العسكري لتجنب خيارات لن تحمد عقباها، وحصلت إيران على مبتغاها في رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها بشكل تدريجي بالتزامن مع وفاء طهران بالتزاماتها بالاتفاق النووي. إن الاتفاق النووي أسوأ اتفاق عرفه التاريخ، هكذا علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء حملاته الانتخابية على الاتفاق الذي أبرم في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، واعدا بإلغائه إذا جلس في البيت الأبيض وقد كان. والآن تعيد الولايات المتحدة فرض دفعة ثانية من العقوبات على إيران تستهدف قطاعي النفط والمال، فيما وصفه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنها أقوى عقوبات تفرض حتى الآن، وجاء ذلك بعد فرض الدفعة الأولى من العقوبات في أغسطس الماضي. تداعيات عديدة متوقعة بعد القرار الأمريكي الجديد الذي يمنع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأمريكية في حال قررت المضي قدما بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية. فهل تؤثر تلك التداعيات على السلوك الإيراني في الفترة القادمة بشكل كبير أم ستتدارك طهران الأمر؟ لبحث التداعيات المرتقبة أو المنتظرة حول العقوبات الأمريكية التي جرى تمديدها على إيران ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور أسام صباح المحلل السياسي العراقي. دكتور أسام أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بإيران. من كان يتابع تصريحات حسن روحاني وعلي خامنئي بالقول بأنه في اليوم الذي تعود فيه هذه العقوبات ستكون إيران تخصب اليورانيوم في مفاعلاتها النووية، لكن هذا لم يحدث، ما الذي يجري في الوقت صناعة القرار الإيراني مثلا يحول بينها وبين المضي قدما في تهديداته؟ إيران تستطيع أن تفعل كل شيء. الآن إيران هناك عداوة
ما بين أمريكا منذ عام 1979، هذا معروف للجميع. عندما سقط نظام الشاه في 79 وجاءت الثورة الإيرانية بقيادة الخميني واحتلال السفارة الأمريكية، بدأت المشاكل منذ ذلك الوقت. فمنذ 79 بدأت العقوبات على إيران، بعد ذلك ما حدث في إنزال طائرة أمريكية في إيران، أيضا اعتراض زورقين أمريكيين من قبل القوات الإيرانية. يعني هناك مشاكل كثيرة ومشاكل شائكة، لا أعتقد أنها ستحل بهذه الطريقة، لأن ما يتبعه ترامب في مسألة العقوبات على إيران أعتقد أنه يعني كما نقول طريقة الكاوبوي يتبع الرئيس الأمريكي ترامب. تخصيب اليورانيوم بالنسبة لإيران، تستطيع أن تقول نحن نخصب اليورانيوم، ولكن هل فعلا هي تخصب اليورانيوم حاليا؟ هذه من السريات أو من الأسرار العسكرية الإيرانية قد لا تبوح بها حاليا. فعندما يتم تخصيب اليورانيوم، لماذا هدد إذن أو هددت الطبقة السياسية في إيران بالكامل بأنها ستفعل هذا إن لم تكن قادرة أو ستترجم أقوالها هذه الأفعال؟ قد تفعلها وقد يفعلوها الإيرانيين، لكن هناك مشاكل كثيرة. أمريكا تريد من إيران كثيرا من الأمور أن تحل. إيران تعتمد على واردات النفط حوالي 80% من واردات أو دخول الأموال، 80% تعتمد على واردات النفط. أمريكا تحاول حصار إيران بواسطة النفط وعدم شراء النفط الإيراني، لكن إيران تحاول أن تصدر. الآن اليوم في قرار إلى أمريكا بأنه تقول استثنوا بناء ميناء لإيران، استثنوه من العقوبات، ولكن باقي الشركات وباقي الدول هناك تصادم. التصادم ما بين من ومن؟ هناك تصادم بين الاتحاد الأوروبي وبين أمريكا. من قال أن هناك تصادم؟ ترفض قرارات ترامب في مسألة العقوبات على إيران. بعد أسبوع من القرار الأمريكي بإعادة العقوبات، كانت شركة توتال عملاق النفط الفرنسي تغادر إيران. انسحبت. نعم أنا معك، انسحبت. ولكن ماذا يريد أن يفعل الاتحاد الأوروبي؟ يريد أن يفعل كما نقول التكتل الاقتصادي في سبيل أنه في نظام المقايضة، نسميها بنظام المقايضة، الاقتصادي تسمى بنظام المقايضة، أن يأخذون نفط مثلا من إيران ثم يمدهم مثلا بآلات نسيج أو يمدهم بآلات أخرى للمصانع أو لتشغيل المصانع الإيرانية والشركات. ولكن هل ستقف أمريكا مكتوفة الأيدي أمام الاتحاد الأوروبي؟ هناك عقوبات على روسيا أيضا، روسيا تهدد أمريكا بأن تكون هناك عقوبات أيضا تواجه بها أمريكا. إذن هناك مشاكل كثيرة ومتشابكة في حلحلة هذه المسألة. الآن ترامب يتعنت. هذا ليس قرار ترامب، هذا قرار الإدارة الأمريكية مجتمعة، ولم يصادف اعتراضا واحدا من مسؤول أمريكي. أنا معك في ذلك، قرار أمريكي كدولة واحدة. يعني لما انسحبت من الاتفاق النووي، اتفاق أحادي، أمريكا فقط هي التي انسحبت. هذا مما جعل المشكلة أن تكثر وتتشابك أكثر في مسألة إيران. أمريكا تريد من إيران أن تسحب قواتها من سوريا. لماذا تريد أن تسحب؟ وصلت القوات الإيرانية إلى الجولان، حتى أنه الطائرات الإسرائيلية قصفت بعض القوات الإيرانية الموجودة هناك. في نفس الوقت ماذا فعلت عندما ذهبت إلى حدود الجولان دكتور أسامة؟ هي ماذا فعلت؟ أدعنت للطلب الإسرائيلي، إسرائيل لو سمحت عودي إلى 70 كيلومتر، تم الاتفاق على 40 كيلومتر، عادت القوات الإيرانية. يريدون أن يدخلوا في حرب، وهناك حرب داخل سوريا موجودة. يعني لا يريد أن يفتحوا عدة جبهات، يعني المعركة الكبرى والموت لإسرائيل، هذا الهلاك الكامل لهم ولحلفائهم ولأمريكا. نعم، هذه الشعارات التي ظلت تردد على مدى 4 عقود تقريبا. هذه سياسة، سياسات حكومة. نعم، السياسات الحكومية كل يوم يأتوك برأي شكل في الإعلام وفي القنوات الفضائية، يخرجون ويقولون سنحرر إسرائيل سنحرر فلسطين وسنحرر القدس. يعني هذه طنطنة من الحكومة. هذه طنطنات هذه. نعم. ولكن أمريكا ما تريده حل الميليشيات الموجودة داخل العراق،
أمريكا لا تريد أن يكون هناك مثلث شيعي موجود ما بين مثلا سوريا والعراق وإيران، لا تريد أن يتدخل الإيرانيون في مشاكل الدول، أن توقف جميع ما تمد به المنظمات الإسلامية. هذا من بين الطنطنات ولا هذا من بين الإرادة الأمريكية هذا الحقيقية؟ هذا من ضمن العقوبات الأمريكية التي الإرادة الأمريكية الحقيقية تذهب إلى هذا فعليا، تريد أن تقلص من نفوذ إيران في هذه الدول التي ذكرتها؟ نعم هذا الذي تريده أمريكا. يعني بول بريمر عندما وضع مسودة الدستور العراقي في العراق، إبان الاحتلال الأمريكي للعراق، وقام على أساس المحاصصة الطائفية وأبعد إقليم كردستان حتى يمنح الغلبة على مستوى السلطة التنفيذية لأبناء الطائفة الشيعية هناك، وهو يدرك حجم ما تتمتع به إيران من نفوذ لدى هذه الطبقة التي أتت أصلا من إيران، خفي عليه وخفي على الولايات المتحدة أنها تقوم بتنسيق كامل مع إيران. أخطأت أمريكا في هذه المسألة، أخطأت أمريكا كثيرا في هذه المسألة. الشيعة في العراق يمثلون النسبة الكبيرة، هنا في مسألة المحاصصة النسبة الكبيرة إذا استثنينا إقليم كردستان. لا 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 لا، الجميع، لا نستثني أحدا. في إقليم كردستان يوجد الشيعي والسني أيضا، صحيح، ولكن الأحزاب السياسية الأكراد، نحن نعرف الأكراد، أكراد الشبك، اليزيدية، الصابئة، الشيعة، السنة، التركمان، هؤلاء كلهم جميعا كل يتبع طائفته. فلهذا الشيعة قسمت فيما بينهم، خاصة البرلمان للسنة ورئاسة الجمهورية للأكراد حسب الطائفة الأكبر عددا في النفوس، والشيعة رئاسة الوزراء. في نفس الوقت الذين أتوا، الذي كانوا يسمون معارضة في إيران وأتوا إلى داخل العراق، الآن هم في الحكم في العراق، لهم ارتباطات مع إيران. بعضهم يحاولون أن لا تكون هذه العقوبات على إيران، ويريدون أن ترفع هذه العقوبات عن إيران، هذا في تصريحات المسؤولين العراقيين. فلذلك أعتقد أنه إيران الآن، أنت تعلم أنه ما بين التبادل التجاري ما بين العراق وصل في السنة إلى حوالي 7-8 مليار دولار، فهل تستطيع إيران أن تستغني عن الواردات أو عفوا عن الصادرات الإيرانية إلى العراق؟ كان منشأ هذا السؤال ما ذكرته حضرتك من أن الولايات المتحدة لها إرادة حقيقية في أن تقلص من حجم نفوذ إيران. نعم. هل الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الدرجة من العجز والوهن والضعف أن تقف مكتوفة الأيدي وهي لا تقدر أن تقوض من مجموعة ميليشيات أتت من أفغانستان وأتت من العراق وأتت من لبنان؟ فشلت الولايات المتحدة الأمريكية على أن تقلص هذا النفوذ في سوريا، وعلى أن تقلصه في اليمن، وعلى أن تقلصه في لبنان عبر ميليشيا حزب الله. يعني هل هذا منطق مستساغ دكتور أسامة؟ أنا أقول لك الآن أمريكا وقعت في مستنقع لا تستطيع الخروج منه. لماذا؟ هناك اتفاقات، هناك روسيا، هناك تركيا، هناك إيران، كل يعني حصل زي ما تقول انه حصل اتحاد ما بين هؤلاء الدول ضد أمريكا. يعني السياسات الروسية والسياسات الإيرانية، وداخل سوريا يؤيدون النظام السوري، أمريكا تعارض النظام السوري، حصلت هناك تضادات ما بين تلك الدول. يعني أصبحت تلك المنطقة منطقة صراعات أقليمية. طيب أنا سأسأل السؤال بشكل آخر، أو نذهب لمحور آخر. نعم. الحكومة الإيرانية يفترض أنها واقعة تحت وطأة العقوبات الأمريكية على مدى عقود طويلة، وبرغم كل ذلك كانت تذهب بعتادها وتذهب بأموالها داعمة. نعم. لوكلائها أو حلفائها أو عملائها. نعم. في منطقة الشرق الأوسط وفي المنطقة العربية، عندما تفرض العقوبات مجددا هل يمكن أن يتقلص حجم هذا الدعم المالي الذي يقدم لهذه الميليشيات، وبالتالي يمكن لهذا النفوذ الإيراني أن يقل في ضوء تحديدا الأزمات الاقتصادية الطاحنة والاجتماعية الهائلة التي تعيشها إيران؟ ما دام هناك دول تقف في ظهر إيران، لا أعتقد أنه هذه سيحد من العقوبات. ما الذي تقصده بدول تقف في روسيا ظهر؟ تقف معها، ستنفق ستقدم الدعم المليار للحكومة السورية وللميليشيات الإيرانية هناك عوضا عن الدعم الذي يقدم من إيران؟ قد تفعلها روسيا وتفعلها بعض الدول
مع إيران. وما الذي ستستفيده إذن من هذا إلا إذا كنا نتعامل مثلا مع روسيا باعتبارها جمعية خيرية يناط بها دعم الآل والصحب مثلا في سوريا بدلا من إيران؟ يعني كيف يمكن فهم هذا دكتور؟ يعني كما أقول لك أنه الآن إيران مثلا العراق مستفاد من إيران، مستفاد في مد العراق بالكهرباء، مده بالسلع الاحتياجات الأساسية للمواطن العراقي. جرى استثناء العراق بالمناسبة من العقوبات فيما يتعلق بإمدادات الكهرباء الواردة. هناك من يريد أن يستمر أو تستمر أو هذا التبادل التجاري مع إيران بين العراق وإيران. يقول العراق لا أستطيع أن أستغني عن إيران لأنه يمدني تعرف أن الوضع الاقتصادي العراقي الآن في طور البناء، لا يستطيع الآن أن يقيم الشركات أو يقيم البنى التحتية إلا أن يكون هناك موارد للعراق حتى نستطيع أن العراق الدولة النفطية بالمناسبة الدولة النفطية وثاني أكبر احتياطي في العالم العراق، وما عدا الموارد النهرين وغيرها من الزراعة والصناعة كما تعلم، ولكن نحتاج وبعض حلفاء إيران من وصلوا إلى سدة الحكم في العراق فشلوا في أن يوفروا فقط إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء في العراق. فشلوا فعلا، لأن أنا أقول لك أنه الغاز الطبيعي الموجود في العراق لا يكرر وإنما يحرق في الهواء بحوالي يعني كل يوم حوالي 100 مليون دولار يحرق في الهواء. يعني لو يوجد التكرير بالنسبة للغاز الطبيعي كنا بخير كما نقول. هناك الزراعة توقفت، النخيل تقطع، الحرب كانت دائرة وأنت تعلم، مدن سقطت بيد داعش. فمن بدأ يساعد العراق؟ إيران بدأت تساعد العراق في هذه المسائل، في إدخال السلع والخدمات وإدخال غيرها من هذه الأمور. لكن لحد الآن الحدود السورية مفتوحة أمام داعش، لكن الآن الجيش العراقي وقف وأغلق الحدود. يحاول العراق أن يبني العراق من جديد، ولكن على من يعتمد من الدول؟ هناك تبادل تجاري مع تركيا، هناك تبادل تجاري مع إيران، هناك تبادل تجاري مع دول الخليج. لكن أمريكا هناك اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد ما بين العراق وأمريكا لكن لم تطبق لحد الآن. الآن أمريكا هذا يعني أيضا يدخل في إطار الخطأ الذي أشرت نعم. إليه. يعني نعم. هل يعقل أن تكون السياسة الخارجية الأمريكية شاخت وضعف إبصارها إلى هذا الحد، تسلم العراق تقريبا لإيران ثم تأتي بعد ذلك وتفشل أصلا في أن تمد يد العون للحكومة العراقية عوضا عن الدعم الذي تقدمه إيران كما تقول؟ الآن لم نشاهد أي دعم أمريكي للعراق. أنت تعرف الآن سياسة ترامب مص الدول العربية في الأموال كما فعل في السعودية وبعض دول الخليج. العراق الآن هي فقط يعني للتوضيح حسب الرواية السعودية، فما جرى مع الرئيس الأمريكي ومع أي دولة أجنبية أخرى كان تعاقدات تقوم هذه الدول بإمداد المملكة العربية السعودية بما تحتاج من سلاح، ثم تتحصل هذه الدول على قيمة هذه التعاقدات أموال، وإلا فإننا سنتعامل أيضا مع المدد الإيراني الذي يقدم للعراق باعتباره أيضا حل. هو نحن لا نعلم السياسات الحكومات ماذا تفعل. هنا المسألة أين المسألة تكمن؟ المسألة تكمن أنه من يسيطر على من؟ من تكون يده على هذه الأرض؟ يعني تعرف بالعراق غني، وأنت كما قلت العراق غني في هذه المسألة، لكن عندما تنظيم داعش الإرهابي دخل إلى 4 مدن عراقية واحتل المدن العراقية، هل أمريكا مدت يد المساعدة إلى العراق بالأسلحة والمعدات في سبيل طرد تنظيم داعش الإرهابي من أراضي العراق؟ نور المالكي قال ذلك، رئيس الوزراء العراقي الأسبق قال نعم تلقينا دعما وحصلنا على صفقات تسليح من الحكومة الأمريكية. دعما قليلا وأسلحة ليست بتلك الأسلحة التي قد تواجه بها الأسلحة المتطورة بيد تنظيم داعش. طيب أنا سأعود إلى مسألة العقوبات الاقتصادية وتأثيرها على النفوذ الإيراني صحيح، لكن حتى على الداخل الإيراني. العملة الإيرانية المحلية الآن هبطت. أصبحت مضحكة، ليست هبطت. يعني تهت. حجم التشنج الاجتماعي والعوار الذي بات يعرفه المجتمع الإيراني على خلفية هذه الأزمات الطاحنة التي يحياها المجتمع الإيراني نعم. باتت كبيرة وكبيرة للغاية نعم. إذا كانت إيران مستعدة لأن تذهب وتنفق ما تبقى
في خزانتها من أموال لدعم تمددها في دول إقليمية، فماذا ستفعل بالشباب الإيراني المتواجد هنا؟ قبل العقوبات أنت تعلم أنه إيران اشترت الذهب من السوق. في نفس الوقت في 2017 حضرت أو حصلت مظاهرات كبيرة في إيران بسبب تدني مستوى المعيشة، بسبب عرض النقد الإيراني الموجود في السوق. ونحن نعلم كاقتصاديين أن عرض النقد عندما يكثر في السوق تقل قيمة العملة الوطنية، هنا يتدخل الدولار فيصبح هو العملة الموجودة داخل السوق الوطنية. المشكلة أين الآن في إيران؟ المشكلة الآن في إيران، إيران حوصرت من جميع الجهات اقتصاديا وليس نقول عسكريا أو غير ذلك، وإنما حوصرت اقتصاديا من جميع الجهات، يعني خاصة بمحاربة النفط وعدم استيراد النفط الإيراني. في نفس الوقت بعض الدول ستقلل من تصدير أو إنتاج النفط، عدد البراميل حتى يكون السوق متوازن ومتوازي، أن لا تعلى الأسعار ولا أن تكون متوازية. ما هي الفضاءات المتاحة أمام الحكومة الإيرانية لتعويض هذه المتاعب الاقتصادية التي تعانيها؟ أعتقد أنه يجب عليها إن أرادت أن تتجنب تلك العقوبات وتلك العقوبات الاقتصادية الأمريكية، عليها أن يعني لا نقول أن توافق على شروط، وإنما شروط مقنعة في سبيل الشعب الإيراني. يعني الشعب الإيراني الآن يرزح تحت اقتصاد متدهور، اقتصاد متدني وحصار، كما فعلوا بالعراق عندما حصل بالعراق الحصار الاقتصادي عليه من قبل أمريكا. العراق الذي جرى بحق العراق لا يمكن القياس عليه بأي حال من الأحوال. عندما كانت العراق محاصرة لم يكن هناك إمكانية حتى لدخول سلة غلال مثلا تذهب إلى العراق. إيران على مدار تاريخ العقوبات حضرتك تدرك أن هناك تنسيقا أمريكيا إيرانيا حاصلا، صفقة إيران نعم كونترا كانت حاصلة، وهناك نعم تصدير النفط عبر السوق السوداء عبر نعم بابك زنجاني، وحضرتك تعلم من هو بابك زنجاني، ويمكن أن يتكرر نموذج بابك زنجاني مع أشخاص آخرين. هو هذه المسألة أنه كما قلت لك هذه العقوبات أساسها ابتدأت قلت لك من 79. أمريكا أو عفوا إيران كما نقول تحرشت بأمريكا في هذه المسألة. 79 حصلت عقوبات منذ 2006 في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بمعاقبة، حسب هناك قرارات وأرقامها موجودة، أن تعاقب إيران على هذه المسألة. لذلك مسألة إيران ومسألة احتلال السفارة الأمريكية ومسألة بعض الأمور التي يعني وقعت السفارة الأمريكية، أنت تدرك أن هناك روايات تاريخية أتت بعد ذلك لتقول أشياء كثيرة لم تقل في حينها، وبأن هناك ما كان يشبه التنسيق الأمريكي الإيراني في هذه الواقعة. دكتور أسامة أنا أدعوك فقط لمتابعة هذا السؤال الذي طرح عبر صفحتنا على موقع فيسبوك حول العقوبات الأمريكية التي جرى تمديدها مجددا على إيران في ضوء هذه الإجابات. سنحاول التعرف كذلك على إجابة وتقييم ضيفنا الدكتور أسام صباح المحلل السياسي العراقي. برغم العقوبات الأمريكية الجديدة، هل ترى أنه سيتم توقيع اتفاق نووي جديد مع إيران؟ نعم أم لا؟ نعم بنسبة 53%، بينما يرى نحو 47% أنه لا إمكانية لتوقيع اتفاق نووي جديد. كيف تقرأ هذه النسبة دكتور أسام؟ وهل ترى أنه هناك إمكانية لأن يذهب الإيرانيون لاتفاق جديد؟ أعتقد أنها النسبة متقاربة تقريبا، فأعتقد أنه سيكون هناك اتفاق نووي بضغط من الدول الأوروبية. نعم. وأيضا أعتقد أنه أمريكا ستستجيب، خاصة أن هناك مشاكل داخل أمريكا خاصة في الكونغرس الأمريكي. أعتقد سترضخ أمريكا لمسألة الاتفاق النووي وإعادة صياغة الاتفاقية. يعني عندما توقع أمريكا العقوبات لا يمكن تصور أنها سترضخ. من سيرضخ هو الطرف الآخر الذي يرزح تحت ضغط هذه العقوبات. لا ترضخ إيران، لا ترضخ إيران، لا ترضخ لأمريكا، وأمريكا لا ترضخ لإيران. إذن يجب أن تكون هناك دبلوماسية وتدخلات من قبل بعض الدول. نعم. لكي إعادة الاتفاق النووي حتى ننتهي من هذه المشاكل. شكرا جزيلا لك دكتور أسامة صباح الكاتب والمحلل السياسي العراقي. الشكر أيضا لحضراتكم على طيب المتابعة في هذه الليلة من نقاط ساخنة. غدا يتجدد اللقاء بموعد جديد في نقاط ساخنة جديدة. في أمان الله.